الشهر وبنعمل ريفيو تاني للموبايل تاني من شاومي، والمرة دي هو الشاومي مي 8 لايت. قبل ان في الفيديو حابب اقول لكم يا جماعة ان المي 8 والمي 8 لايت لا يعتبروا اصدقاء، الموبايلين دول مختلفين عن بعض تماما، مفيش اي تشابه من المي 8 والمي 8 لايت، ان مثلا ان كان في نوتش في الجهازين، وكمان النوتش بتاعت المي 8 كانت اكبر بكتير من النوتش بتاعت المي 8 لايت، فاللي هو مفيش اي تشابه في الموبايلات دول ولا في الشاشة ولا في اي حاجة في التصميم. بس خلينا نبدأ في ريفيو شاومي مي 8 لايت. قبل نبدأ في الريفيو خلينا نرص امكانيات المي 8 لايت، عشان هو بما انه موبايل من شاومي فانت بتدفع اقل ثمن فاعلى امكانيات. فخلينا نبص للسبيكس. البروسيسور هنا هو السناب دراجون 660، المعالج ده هو اقوى من الكارن 710 اللي كان موجود في النوفا 3 اي والاونر 8 اكس والهواوي واي 9، وطبعا اقوى معالج ميديا تك الهيليو بي 60 الموجود في الاوبو اف 7 والاوبو اف 9. الميزات الداخليه 64 جيجا وبيجي معاها 4 جيجا رامات. في نسخه ثانيه 6 جيجا و128 جيجا، بس مش اكيد اذا كانت النسخه الثانيه دي هتنزل مصر ولا لا، لكن النسخه الموجوده هنا في مصر اللي سعرها تقريبا بتتراوح من حوالي مثلا 4500 4700 لغايه 5000، لو انا بعمل فيديو ده لسه السعر الرسمي ما نزلش. وكعاده موبايلات شاومي فاحنا المفروض بقى نقول لكم ان الموبايل ده فيه بقى الاي ار بلاستر ريموت وفيه الهيدفون جاك وفيه كل الحاجات اللي انت تتوقعها، ولكن للاسف الموبايل ده ما فيهوش اي حاجه من الحاجات دي. الموبايل ده زي بالظبط الشاومي مي 8 ما فيهوش ولا الاي ار بلاستر، ما فيهوش الانفراريد ريموت بتاع الاجهزه، وما فيهوش الهيدفون جاك اللي احنا متعودين عليه من شاومي. بصراحه حاجه تضايق جدا. هو في اليو اس بي سي، واليو اس بي سي لحد ما فاست شارج بس مش قوي، هو 5 فولت 2 امبير الشحن بيجي على العلبه، والموبايل نفسه مش بيدعم الكوالكوم كويك شارج 3.0، ولكن هو بيشحن سريع بس مش قوي. يعني هي شاومي حلت الموضوع ده نسبيا وحط لك اللي هو الدونجل من محول يو اس بي سي لهيدفون جاك جوه العلبه ببلاش، بس انا برضو متضايق من حاجه زي كده، ومتضايق من ان تفكير شاومي يخلي السلسله مثلا باكملها زي سلسله المي اللي هي المي اي 1 مي اي 2 مي 8 مي اي حاجه كلها ما فيهاش هيدفون جاك. بصراحه حاجه ضايقتني يعني ليه، كانت خطوه غريبه جدا من شاومي، وبصراحه مش بسامحهم على حاجه زي كده. ولكن على الناحيه الثانيه كده لما تقلب وتشوف ظهر موبايل، الظهر ده ازاز، الظهر ده نقدر نقول عليه ارخص موبايل ازاز تقريبا، ارخص موبايل زجاجي في الوجود في مصر، يعني اللي انا اللي استخدمتها اللي تقريبا 4500 ازاز. يعني هو كان في موبايل نزل في اول سنه كده كان الاونر 9 لايت كان مصنوع من الازاز وكان تقريبا ب 3700 ولا 4، يعني بس يعني ارخص موبايل من شاومي بازاز هو ده بصراحه، وده احساس جميل كده. هو بيبصم بصمات فظيعه، ولكن برضه على فكره البصمات اللي فيه مش بتبصم قوي مثلا زي النوت 9 او الموبايلات الثانيه الازاز اللي انا متعود استخدمها، بيبصم قوي ولكن مش بنفس درجه القوه البصمات دي. وبصراحه في حاجه مضايقاني جدا من شاومي، ويعني الموبايل ده بيجي بالوان خرافيه، اللون الموف اللي بيدخل على اخضر على احمر على حاجه كده اللي هو من عالم تاني، ازاي الالوان دي موجوده في موبايل معرفش. بس هما للاسف اللون اللي معايا هنا هو اللون الاسود الجراي عادي جدا، ما فيش اي حاجه فيه جذابه جدا، اللي هو لون عادي جدا يعني فاهمين. وبصراحه مش بنصح خالص انك لو فعلا اتزنقت وما فيش غير اللون ده موجود قدامك ما تشتروش، يعني لا يعني فاهم، لا اشتري التاني وما تشتريش ده. هو اكيد يعني انت بالنسبه لك الامكانيات اهم يعني، ولا انت تشتري لون موبايل يعني، بس برضه اللون حلو يعني، بس لا لا مش قادر. انا لو معايا فلوس مثلا هشتري ده، لا مش هشتريه بصراحه. خلينا نتنقل شويه ونروح للشاشه. الشاشه هنا اكيد مصنوعه من الازاز ده الظهر بالظبط، لكن الشاشه هنا مصنوعه من ال سي دي وليس من الازاز الاولاد اللي احنا اتعودنا نشوفه في سلسله المي 8 والمي 8 اس اي. الشاشه هنا ال سي دي مش بنفس جوده الاولاد تماما، ولكن بريزولوشن عالي اللي هو فول اتش دي بلس 2160 في 1080 ولا اكتر كمان الرقم ده، عشان هي الشاشه 19 الى 9 فاعتقد كمان 2320 في 1080. يعني ارقام الشاشه دي كارقام كريزولوشن كويسه جدا، ولكن كالوان والاملد والحركات اللي احنا شفناها في المي 8 اس اي، هو مي 8 اس اي سعره هيكون غالي. الموبايل ده زي ما قلنا مثلا ب 4.5 ل 5، المي 8 اس اي اللي احنا بنتكلم عليه ده هيكون مثلا في رينج 6000، او المي 8 كمان هيكون في رينج 8000 اللي بيجوا بالشاشات الاميرد الحلوه جدا. هنا الشاشه بتيجي ال سي دي الوانها معقوله اللي هي حلوه زي نوت 5 زي كل الشاشات الثانيه، ولكن مش مميز عنهم، اللي هو انت لو هتدفع كتير في الموبايل ده مثلا 1000 جنيه تقريبا ولا 500 جنيه زياده ما تتوقعش انك هتاخد اي امكانيات اضافيه في الشاشه. الشاشه بنوتش وشكلها حلو وكويسه وصوتها على الشاشه كويس جدا، تحت شاشه الشمس مباشره تشوفها بسهوله، ولكن برده مش الاميرد، برضه هو ليفل تاني خالص من الشاشات. يعني من اللمسات الصغيره اللي عجبتني في الشاشه هو حجم النوتش. حجم النوتش هنا تعتبر اصغر نوتش من شاومي، اللي هو ما حدش يجادل معايا
ده اصغر حجم نوتش من شاومي لغايه دلوقتي. هو مش اصغر حجم نوتش عامه، في اوبو اف 9 ووتر دروب نوتش، ما فيش حاجه زيه في العالم. اللي عجبني اكتر شويه هي حاجه بسيطه جدا ممكن بالنسبه لناس كتير قوي ما تهمهمش، بس لمبه النوتيفيكيشنز اللي فوق سماعه المكالمات كده في النص متسنطره بتنور وهتشوفها بسهوله، ولما يجيلك نوتيفيكيشن وانت الموبايل مقفول هتشوفها. فبصراحه مكانها ممتاز جدا، وبصراحه بحيي الشركه على المكان ده اللي هم قدروا يحطوا اللمبه دي في المكان ده. وهي حاجه بسيطه بس اللمسات الصغيره دي بتخلي استخدامك احلى للموبايل عامه. يعني اداء الموبايل ده بالمعالج سناب دراجون 66 اداء يعتمد عليه عامه. معالج سناب دراجون 66 ده هيقضي معاك تصوير فيديو 4K 30 فريم، هيعمل كده الموبايل، هيصور معاك سلو موشن 120 فريم، بس في بعض المشاكل كده على صوابع 20 مش هيديك اداء سموث قوي. برضه التناول بين تطبيقات، فتح فيسبوك، فتح ببجي على ميديم سيتنجز هيشغلها، مش هشغل هاي سيتنجز ولكن هشغل ميديم. عامه الموبايل ده اداؤه سريع، هيعتمد عليه ال4 رام، اداء كويس جدا. وكمان في نقل عن الريدمي نوت 5 وريدمي نوت 6 برو في الاداء بتاع الموبايل. في لو انت تدفع زياده عشان تاخد اداء هتاخد الاداء الزياده، واداء ملحوظ زياده عن الموبايلات دي. واداء المعالج ده بيترجم في الاستخدام الفعلي في احلى حاجه بحبها من شركه شاومي، وهو الجستشرز بتاع التنقل بين التطبيقات. بصراحه التنقل بين التطبيقات والسموثنس بتاعها يعتبر افضل بكتير قوي من نوت 5 وريد نوت 6 برو، بس طبعا مش زي مثلا ميكس تو اس اللي كان بيجي ب 845 والاداء الخرافي والحاجات دي. هو اداء الموبايل ده ممتاز بالنسبه لسعره، بصراحه مفيش ولا موبايل تقريبا في نفس السعر ده بيديك المعالج بالقوه دي. وعلى ذكر 4K والكاميرات والتصوير، فالكاميرتين الخلفيتين في الموبايل ده هما نسخه طبق الاصل من كاميرات تقريبا اللي جت في اخر 15000 موبايل من شاومي، وهما كاميرتين خلفيتين، كاميرا 12 ميجا بكسل وكاميرا 5 ميجا بكسل بفتحه السنسور ال 1.4 مايكرومز الكبيره جدا اللي بتديك اداء ممتاز في الاضاءه الليليه والصور عامه. يعني نقلت نقله كده نوعيه شاومي من اول النوت 5، وعمالين نشوف النقلات دي في كل الاجهزه بعد كده. الكاميرات دي مفيش اي اختلاف ما بينها مثلا من موبايل بوكو فون، وان اعتقد مش متاكد اعتقد كمان ما بين الريدمي نوت 6 برو هي نفس الكاميرات الخلفيه، ادائها واحد، ممكن تكون كاختلاف فتحه عدسه او اختلاف كده، ولكن انا مش حاسس باي اختلاف في الاداء عن الموبايلات دي. ممكن نقول مختلفه الكاميرا امامية الجديده ال 24 ميجا بكسل اللي بتطلعك شارب اكتر والبوكه مظبوطه اكتر، واحنا وصلنا الحته اللي هو الكاميرات بتطلع كواليتي خرافيه، اللي هو انا كل فيديو عن شاومي او كل فيديو عامه كاميرات عمال اقول الكاميرا بقت افضل، الكاميرا بقت احلى، اللي هو طب اكيد الكاميرا بقت احلى، وهي فعلا الكاميرا بقت احلى، وما فيش اي كلام يتقال كتير. بس عامه الصور من الموبايل ده هي اعلى من توقعاتك بصراحه. انت وانت بتصور الموبايل ده كده وتشوف الصوره، ايه ده، هي الصوره حلوه كده فعلا، هي قدرت تعزل مظبوط فعلا، والكاميرا واحده امام مش كاميرتين امامتين تقدر تدي العزله. هو فعلا هتنبهر لما تشوف الصور دي، ودي بصراحه حاجه كويسه ان الموبايلات كاميرات تطورت جدا لدرجه ان احنا مش عارفين نقول فيها عيوب. يعني ممكن العيوب اللي انا شايفها في الموبايل ده تكون هي الهيدفون جاك والاي ار، وكمان السوفت وير بتاع الموبايل ده مازال لسه الميو اي 9 مش الميو اي 10 الجديد بالفيتشرز الجديده، ولكن دي حاجه اكيد مليون في الميه ان المي 8 لايت هيجي له الميو اي 10، دي حاجه مفيش غبار عنها، هتسي اكيد زيها الابديت. ولكن بصراحه مش عارف، مش حاسس ان انا لو دفعت في موبايل ب 4700 جنيه يعني شاومي بعد كده بعديها بشهرين هتعمل ايه؟ اللي هو انا نصحت الناس قوي انها تشتري شاومي ريدمي نوت 5 عشان هو ده كان النقله الخرافيه، وكان الكاميرا غريبه، وكان سعر غريب، كان كل حاجه خرافيه، كنت منبهر، وقلت كل اي حد بيسالني شاومي ريدمي نوت 5 ما تبصش على اي حاجه ثانيه. بعد كده اول ما النوت 6 برو نزل، اللي هو يا جماعه هو اللي اشترى من 3 شهور النوت 5 هو للاسف يعني انت في موبايل احسن دلوقتي اسمه ريدمي نوت 6 برو بنوتش وبنفس الامكانيات وكل حاجه وبنفس السعر، وانت لو شايف نوت 5 انت هتتضايق بصراحه عشان انت جالك التصميم القديم. ودلوقتي بنشوف موبايل هو اغلى شويه تقريبا حوالي 600 جنيه 700 جنيه، ولكن احلى من الاثنين دول، معالج احسن، ظهر مصنوع من الازاز، هو ممكن تكون بطاريه اوحش شويه. البطاريه هنا يا جماعه نسيت اقولها هي 3350 ملي امبير اور، دي تعتبر اقل شويه من ال 4000 ملي امبير اور كانت موجوده. اداء البطاريه عامه كان بيكمل معايا يوم يوم ونص بسهوله، ما كنتش حاسس البطاريه سيئه خالص، هي بطاريه معقوله. ولكن انا وصلت للحته اللي هو انا مش قادر ان انا انصح بموبايلات شاومي عشان انا متاكد مليون في الميه ان كمان شهرين هينزل موبايل هيعلم على اللي قبله. بس حاليا الفتره اللي انا بعمل فيها الفيديو ده اللي هو مثلا نوفمبر 2018، الشاومي مي 8 لايت هو من افضل الموبايلات اللي ممكن تجيبها ب 4000 جنيه ونص. الحاجه الوحيده مثلا ممكن تخليك تشتري موبايل زي الاونر 8 اكس هو ممكن يكون حجم الشاشه 6.5 بوصه عن الشاشه مثلا 6.2 25% بوصه اللي هي بتيجي هنا، ممكن عايز اللي هي 2 بوصه ونص زياده ممكن تروح للاونر 8 اكس، ولكن غير كده في السعر ده بصراحه مش شايف اي اختيارات افضل من الموبايل ده. دي كانت ريفيو شاومي مي 8 لايت، اتمنى الريفيو كان عجبتكم يا جماعه. انا بصراحه مش عارف، بطلت لا اتحمس للموبايلات مع انها موبايلات ممتازه وحلوه، وفاهم كميه ناس بتتمنى ان هي تعمل ريفيو وتمسك الموبايلات دي،
بس انا مش عارف، بطلت اتحمس كده الموبايلات. فحمسوني يا جماعه، قولوا كده افكار جديده في الكومنتس تحت، يعني حاجات جديده ممكن نعملها في الفيديوهات كده، اللي هو نرفرش المحتوى، عشان بصراحه بدات ازهق شويه من الريفيوز وكده. فقولوا لي كده في الكومنتس تحت حاجات كده، افكار كده وحبشتكنات جديده وكده ممكن نعملها. يعني عامه شكرا، شفت الفيديو، اتاكدوا انك تعملوا شير لو حد عايز يعرف معلومات اكتر عن الموبايل ده، ابعت له لينك الفيديو ادوله على طول، واعمل لايك واشترك في القناه ونشوفني. بس كده اشوفكم في الفيديو اللي Just last week you called me. The way you're talking is driving me insane. Hello.